بسم الله الرحمن الرحيم. التجربة طبعا اللي عندنا اليوم هي تجربة قياس الكيلومتر سكاتر فاكتور. فالكيلومتر سكاتر فاكتور احنا بنستخدم في ديفرنت فيلد سايزز. فنبدأ عندنا هنا في الجهاز هذا في فيلد سايز طبعا كلها سيركلر. عندنا فيلد سايز 15 سنتيمتر الدايمتر وفي 10 وفي 5 و 4 و 3 و 2 و نص و 1 سنتيمتر 2 و 1 سنتيمتر. فمثبتين طبعا المسافة اللي هي بين السورس اللي هي الـ FSD مثبتينها بين السورس وبين الايون تشامبر 30 سنتيمتر اللي هي طبعا الجهاز هذا اللي هو شغال 140 كي في. ونادي ظروف الطيارة 140 كيلو فولت الابلايد فولتج والتيوب كرنت 21.4 ملي امبير. فعند ال 140 كي في الهاف فالي لاير 8 ملليمتر الومنيوم تقريبا. فاحنا بنقيس الان الاوتبوت حق الماشين هذه بنقيسه بالالكتروميتر فارمر هذا بوحدة جريد بير مينت اللي هو الدوز ريت. فبعد ما نجيب الدوز ريت لعدة فيلد سايزز ونقسمه على الريفرنس فيلد سايز اللي هو هنعتبره تقريبا 10 سنتيمتر دايمتر. فنحصل بعد كده على الاس سي اللي هو الكيلومتر سكاتر فاكتور. لان احنا ما بنقيس الكيلومتر سكاتر فاكتور مباشرة احنا بنقيس الاوتبوت فالاوتبوت هذا بنقسمه على الستاندرد فيل سايز دوز ريت وبيعطينا الكيلومتر سكاتر فاكتور. فنرسم العلاقة بين الفيل سايز على محور اكس والكيلومتر سكاتر فاكتور على محور واي. فالمتوقع انها تعطينا يعني ارتفاع من اصغر فيل سايز وانت طالع لفوق الى تقريبا تعطيك واحد طبعا عند الفيل سايز 10 سنتيمتر. وبعد كده تبدأ تقريبا في ثبات بسيط تبدأ في زيادة على ثبات. فالآين شامبر اللي استخدمناه هنا 0.6 cc وبنصححها للتمبريشر والبريشر. فالمفروض ان نقيس التمبريشر والبريشر وندخل هنا نسوي كوركشن للميجرمنت. بعد كده بعد ما نخلص من هذا الجزء ان شاء الله هنسوي الجزء الثاني حق ال